قصف مضاد لقوات الجيش الوطني يستهدف مواقع تمركز ميليشيا الحوثي هنا في منطقة المفاليس بالأطراف الجنوبية الشرقية لمحافظة تعز. استهداف مواقع الإنقلابيين جاء بعد ساعات من محاولة عناصرهم التسلل تحت غطاء ناري كثيف إلى تبة الشعيب، تمكنت فيها قوات الجيش الوطني من كسر الهجوم وإجبار مسلحي الميليشيا على التراجع. برغم كثر تعزيزات الحوثيين والتوغل على مواقعنا العسكرية، تم تصدي لها وتم تكبيدها خسائر فادحة في الأرواح في معداتهم العسكرية من قبل أطقم عسكرية حرقت لهم ونقاط وبأكملها بهذا ذلك الشكل. اندفاع الميليشيات في مهاجمة الخطوط الأمامية للجيش الوطني سعيا لإحداث اختراقات عسكرية من شأنها أن تشق الوحدات المرابطة هنا، بيد أن صفوف الجيش بدت أكثر تماسكا واستبسالا من أي وقت مضى، خصوصا بعد إعادة تنظيم وحدات الجبهة تحت قيادة واحدة جديدة بإشراف من المنطقة العسكرية الرابعة والتحالف العربي. طبعا بعد توحد صفوف الجبهة الحوثي حاول كثيرا وبذل جهد كبير لإعادة الجبهة إلى ما كانت عليه ومحاولة سقوط مواقع ليكسر هذا التوحد، إلا أن الأبطال كانوا له بالمرصاد وصدوه وعادوه خائبا مكسور. النجاح الملموس للجيش الوطني جاء متوجا لنجاحات عسكرية سابقة أحرزها الجيش هنا، أبرزها تأمين الطريق العام الرابط محافظة تعز بالعاصمة المؤقتة عدن عبر هجة العبد وطور الباحة، وتأمين هذه السلسلة الجبلية من أي هجوم أو تقدم للميليشيا نحو هذا الشريان الحيوي. العدو يحاول الزحف إلى هذه المناطق من أجل قطع خط الإمداد الرابط الوحيد بين محافظة عدن وتعز، يريد قطع هذا الإمداد وينتظر تعز محاصرة لا يصلها أي دعم من مواد غذائية أو شيء، ويعمل على ذلك جاهدا. وعندما نحاول الآن بكسر هذا الحصار يعمل عدو أيضا بالضغط على مناطق الصبيحة والوصول إلى منطقة العند عن طريق الحلقوم والخبيطة السحر. مع انكسار الميليشيا نحو هذه السلسلة الجبلية يلجأ عناصرها إلى القنص والقصف العشوائي على القرى الأهلة بالمدنيين في هذه المناطق، حيث استشهد وجرح عدد من المدنيين في الطرق والمنازل والمزارع خلال الأشهر القليلة الفائتة. طبعا الميليشيا الحوثية الانقلابية كعاهدتها حينما تتصدى لها قوات الجيش الوطني وأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ويكسروا زحوفاتهم نحو هذه المناطق، تلقى الميليشيا إلى القصف العشوائي والهستيري للمدنيين، وقد راحوا ضحايا كثر في هذه المناطق وتضررت معظم المباني العامة والخاصة. وبتوحيد صفوف الجبهة مؤخرا يتمنى السكان في هذه المناطق تطهير قمم الجبال هذه من متارس الانقلابيين الذين حولوها من مزار للنزهة ورعي الأغنام إلى ثكنات عسكرية لتصدير الموت والترويع.